مفاوضات السلام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بين الخرطوم وجوبا عادت إلى الحلقة المفرغة من جديد، فقد زادت المشاكل العالقة بين السودانين من احتمال عدم التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة. وبعد اقتراب الطرفين من توقيع اتفاق بشأن ملف الصادرات النفطية، عقد الجانبان جلسة محادثات حول عائدات النفط، لكن الجلسة انفضت دون التوصل إلى اتفاق. في العالم ما في دولة بصدر البترول بتاعه عبر دولة تانية بيدفع دولار واحد، وبيدفع أقل من نص دولار، كم؟ 40 سنت. لكن السودان داير إنه ينهب، داير ينهب جنوب السودان. الولايات المتحدة من جانبها دعت السودان وجنوب السودان إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى حل والوفاء بتعهداتهما، وذلك قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددتها الأمم المتحدة. وهدد مجلس الأمن بفرض عقوبات على البلدين في حال عدم التوصل لحل خلال 3 أشهر تنتهي في 2 من شهر أغسطس القادم. جنوب السودان اتهم جاره الشمالي بقصف أراضيه في ولاية شمال بحر الغزال، فيما اتهمت الخرطوم جوبا باستقبال جرحى من متمردي دارفور خلال المعارك مع القوات السودانية. وارتفعت حدة التوتر بين الخرطوم وجوبا منذ عام حين أعلن الجنوب انفصاله عن الشمال بسبب الخلافات الحدودية وقضية الصادرات النفطية ودعم كل طرف للمتمردين في الطرف الآخر.